بالنسبة لأمانة بغداد لهم أحقية بهذا الموضوع، بس الأحقية ما تنطبق على كافة الناس. هنا أهل مصالح، أهل محلات، جماعة على باب الله، شنابور وغيرها. بالنسبة لأمانة بغداد، أطراف بغداد بعيدة، المواطن صعب عليه يروح يتبضع من هناك، أبو المحل أبو الجملة صعب عليه يروح هناك. هنا داخل بغداد بس تكون مختصرة. هذا يعني هذا تقول بيه القرار، يعني يفاجئ العالم يفاجئ. هذا بالنسبة للشورجة والمحلات التجارية، الناس تتبضع من هنا، ويعتبر سوق الشورجة المركز الوحيد مال العراق كليته تجارة العراق. فهذا إذا خارج هنا أو طرف بغداد مين يروح له بعد؟ قرار هذا طلع قرار خاطئ، لأن البضاعة اللي تصير داخل المنطقة داخل قريبة، يعني اللي يريد يسوق يروح لأطراف بغداد، قرار خاطئ. وهذا أسواق قديمة، يعني العالم جاي تتونس بها، التبضع، التغيير جو، أنت تودي لخارج الأطراف، والله في هالشيء صعب وما أعتقد صحيح. أهلا بكم. في إطار سعيها لتحسين البنية التحتية والتنظيم الحضري، تدرس أمانة بغداد نقل أسواق الجملة الشورجة إلى أطراف العاصمة بغداد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحامات في وسط العاصمة وتقليل الضوضاء أيضا وتحسين جودة الحياة للسكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل الأسواق يمكن أن يوفر فرص جديدة للتنمية الاقتصادية في المناطق الطرفية، ولكنه يأتي أيضا بتحديات عديدة تتطلب دراسة دقيقة وفهما شاملا لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. آثار هذا الموضوع، وهل تستطيع الأمانة تنفيذ هذا القرار أم لا، وهل سيوافق التجار على المقترح أم لا، نفتتح هذا الملف وإياكم ونناقش به بعد رؤية آراء المواطنين. بالنسبة لأمانة بغداد لهم أحقية بهذا الموضوع، بس الأحقية ما تنطبق على كافة الناس. هنا أهل مصالح، أهل محلات، جماعة على باب الله، شنابور وغيرها. بالنسبة لأمانة بغداد، أطراف بغداد بعيدة، المواطن صعب عليه يروح يتبضع من هناك، أبو المحل أبو الجملة صعب عليه يروح هناك. هنا داخل بغداد بس تكون مختصرة. هذا يعني هذا تقول بيه القرار، يعني يفاجئ العالم يفاجئ. هذا بالنسبة للشورجة والمحلات التجارية، الناس تتبضع من هنا، ويعتبر سوق الشورجة المركز الوحيد مال العراق كليته تجارة العراق. فهذا إذا خارج هنا أو طرف بغداد مين يروح له بعد؟ قرار هذا طلع قرار خاطئ، لأن البضاعة اللي تصير داخل المنطقة داخل قريبة، يعني اللي يريد يسوق يروح لأطراف بغداد، قرار خاطئ. وهذا أسواق قديمة، يعني العالم جاي تتونس بها، التبضع، التغيير جو، أنت تودي لخارج الأطراف، والله في هالشيء صعب وما أعتقد صحيح. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وللحديث حول محور ملفنا الأول ينضم معنا الدكتور محمد البغدادي الخبير الاقتصادي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بي، يكون شرف. أهلا بجنابك دكتور. بداية أنا كمواطن أضيف رأيي للتقرير اللي طرحناه، وأنا مؤيد مع نقل الأسواق إلى خارج العاصمة بغداد، هذا إلى جانب. اليوم شو نشوف خطوة أمانة بغداد لدراسة هذا الموضوع ونقل الشورجة مثلا إلى أطراف العاصمة بغداد وتأثيراتها وانعكاساتها؟ تفضل. أول موضوع، يعني هذا الموضوع فد موضوع كبير جدا، وللأسف يعني طبعا كل قرار تتخذ الحكومة إلى مؤيدين وإلى معارضين في الموضوع. نعم. هذا المعارضين اللي يقول لك قريب علي وخطوتين وعن بيتي وكذا، وهي شو هي بتصير بنص المنطقة السكنية، خلينا نقول مناطق السكنية اللي بيصير في كلها قريبة عليها. نعم. ولكن للأسف يعني احنا خلي نفكر بها من ناحية أعمق الموضوع، وبعيدا عن المصالح الشخصية خلينا نقول. صح. هاي التجربة طبعا سبقت، يمكن أعتقد حضراتكم من الشباب اللي ملاحقين، نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كانت علوة المخضر، كانت بمنطقة الكفاح اللي هسه بالضبط سوق الجقاير، هاي كانت علوة المخضر. زين. وكانت أكو عندك علوة المخضر الثانية أو تكملتها،
وبالإضافة إلى المصلخ كان منطقة النهضة اللي هسه بالضبط يم بلدية الرصافة بالنهضة مقابل قاج النهضة، كانت هذه اللي اسمه اكتظت الشوارع، قامت لا يقدر لو يخش، لا يقدر سيارة حمل تخش، لا تقدر هيك، قاموا نقلوها إلى منطقة جميلة اللي كانت بتلفات الدنيا ذاك الوقت، أطراف جميلة أطراف كانت اللوريات بحريات قامت تخش وتطلع، وشوارع عريضة والعلاوة المنخضة كلها صارت هناك، المجازر انتقلت إلى منطقتين، نقلوها المجزرة بالفضيلية ومجزرة بالدورة، صارت ارتاحت الناس وهشكل، رجعت جميلة، رجعت اكتظت من جديد اللي لأنها هسه حاليا جميلة هي صارت قلب بغداد، لازم هم نرجع نطلعها مرة ثانية، فهسه على الوتر المخضر أنه بجميلة صعبة، صعب اللوري يخش بها بسهوله وصعب يطلع مره ثانيه بسهوله، فلهذا انه يجب التوسع. هي اصلا هي منطقه تعاني من زخم اعداد سكان كضاب. يعني هسه اتحداك شاعل كفاح تقدر تدخله بعز ال شو اسمه، تقدر تدخله تقدر بنص ساعه تفضل، ما تقدر لان اكتظاظ سكاني، اضافه الى اكفد شيء اسمه لن ننسى انه اكو نمو سكاني بالعراق، يعني اللي كان واحد صاروا 20 واحد مكانه وين اللي اسمه، فيجب ان تتنظم. بعدين انه عندنا هالمصايب اللي كل كم يوم تصير، الحرائق تروح، عندنا ترى مليارات الدنانير تروح، يعني نازة تنهجم بيوتها، لا ننسى هالموضوع هذا. احنا قبل سنتين عندما كنت اشغل منصب نائب رئيس غرفة تجارة بغداد درسنا هالموضوع كثيرا جدا، وكثير من البيوت انهجمت خلينا نقول بسبب هالحرائق، كثير من التجار فلسوا، كثير من الناس قعدت على الحديدة من وراء هالشغلات هذه، تلاقي انه قدمنا الكثير من الحلول الى الحكومه لكن للاسف ما لقينا بوقتها، يعني احنا كغرفه تجاره بغداد بوقتها قدمنا حلول للدوله بهالخصوص هذا، يعني مثلا تلاقي مثلا عماره بنص الشوجه حاطين المولده فوقها وحاطين تانكي الغاز اللي هو عباره عن قنبله موقوته حاطيها بصف المولده وماده آلاف درجات الحراره تفوت. درجه الحراره هي فوق الخمسين، الاف الوايرات ممدوده بشكل عشوائي من سقف العماره الى كل الاسواق، وهذه العشوائيه هم مو ممدود مثلا تقول كيبل نظامي او فشي، تلقى لك جايبين واير بس طبعا بس الحار مو البارد بس تك ولفوه بشي سنايدون وبشكل مخربط جدا وبسبب حرارة الجو والحرارة اللي تنتج من نقل الكهرباء، يموع الشيس النايلون ويقوم ينقط مثل الهبات النار، ينقط وين ينقط، نرجع نقول أكوام النفايات اللي تتكون من كرتونات ونايلونات وهيك، ينزل عليها النار تشتعل وياها تلقى مثلا بطالة السبراي مثلا اللي هي عبارة عن كل وحدة عبارة عن غاز، كلها مليانة غاز، تلقى مثلا مواد قبل الاشتعال، ذاك اليوم المساكين هاي قبل يومين مخازن العطور وغيرها مخازن لا كانت الاحذيه تكم والشحاطات وهيك، هاي كليتها مواد بتروكيماويه كلها قبل الاشتعال، قبلها كم مره عماره القادسيه احترقت، كم مره اسمع العماره اللي براس شارع مدخل غرفه تجاره بغداد همين كلها مخازن، كان كلها مال حقائب واحذيه رياضيه وما ادري شو، همين اشتعلت مره وهمين يطفون بها وترجع لها ويطفون بها وترجع تلهب، يعني هاي كلها برأيك ملايين دولارات. هذا المشروع في حال أصبح أمر واقع شقد نسبة المعترضين من نفس التجار والمستغلين هذا المشروع؟ شوف خليني أحكيك إياها، يعني إذا يجب يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أنت لازم يكونوا يدرسون المصلحة العامة شين هي، ويجب الكل يقولون سمع وطاع المصلحة العامة، المصلحة العامة يجب أن نمشي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، شو وقت ما اقتنعنا بهالشيء هذا ومن يفكر التفكير هذا؟ زين وما حد راح يرضى، خلينا نقول هالشكل بصراحة، ما اكو قرار في مصلحة المصلحة العامة والناس قبلت عليه. بالتأكيد. شنو 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 أمام الدولة تقدر تسوي اليوم لحل هذا الموضوع؟ احنا بوقت اقترحنا مقترح على وزارة الكهرباء بوقتها، احنا كغرفة تجارة بغداد بوقتها، أي بوقتها سعيت بالموضوع هذا، أنه المولدات كلها تنشال من منطقة الشورجة اللي هي المنطقة اللي اسمها، وتتخصص كهرباء وطنية فقط، والكهرباء الوطنية خلي تكون مثلا من الساعة 8 الصبح مثلا إلى الساعة 3 الظهر وراح تنسد وكذا، وخل تبقى في يعني ماكو داعي كهرباء، لأنه هي الكهرباء هي لبة المشاكل، هي الكهرباء، وبالإضافة إلى أنه إذا كهرباء ما أكو مولدات، ماكو داعي مولدات. هسه اليوم الشورجة بالذات بعد الساعة 3 الظهر ما بيطير، حتى انت فوت اخترقها للشوجة من ساعة الخلاني الى الميدان اخترقها فارغة ما بيها حد بعد الساعة 3،
أنا أسألك عن هذه الأراضي اللي شاغليها، هي ملك خاص أم ملك عام؟ للأسف أكو شغلة خلينا نفسها، يعني إذا تلاحظوها الشارجة عبارة عن شكلين، عبارة عن محلات نظامية لها أصحابها وعمارات وكذا وهيك، وأكو عبارة عن مجموعة عشوائيات شنابر على محلات بنوها بشكل عشوائي. زين أسألك سؤال، أكو مثلا مجاور جامع مرجان كانت سحمة سيارات، نعم، وين صارت؟ كلها تقسمت وصارت محلات، ليش؟ محلات كلها عشوائية، لا نظام لا شيء، كلها عبارة عن ساندويتش فينل على مدري شنو على بلاستيك، هاي كلها قابلة للاشتعال، ومن تشتعل يقولون ليش اشتعلت. المشكلة الأتعس من هاي اللي احنا لا نظل نلوم الدولة بكل شيء، الشوارع المال الشارجة كلها ملت بسطيات، هالبسطيات هاي تمنع دخول سيارات الإطفاء، شلون تخش؟ تحاولوا انه يعني يتجاوزون هالمشكلة، جابوا سياراتنا الإطفاء صغيرة، بس شو تلحق؟ ما تلحق. دكتور في قلب العاصمة بغداد نتحدث اليوم، انت اذا تريد تمر من يم الشارجة، اولا المنظر غير لائق نهائيا. يعني تباع الشارجة ما تعرف راسك من رجلك، اذا تفوت ما تعرف مين تطلع نهائيا. اثنين اذا تريد تعبر تفوت من يم الطريق، كل بالدقيقة يمكن تعبر 20 هاي العربانة مال حمل، وبالتالي الازدحام يوصل بحدود ساعة ساعة ونص. وهي هنا المشكلة، اكو شيء مهم يعني لا ننسى احنا، انه غالبية زباين الشارجة هم من المحافظات يجون يسوقون، وخصوصا يوم السبت. يعني هسه اذا انت مثلا حضرتك تقدر تشوف مو بالشارجة اخذ لك فرع يوم السبت، ومو اخذ لك فرع يوم الاحد ما عندهم شغل بقد السبت، لانه كل اهل المحافظات يجون يسوقون من يوم السبت. والسبت زين ابو المحافظات الديجي هو شامه اذا بالشارجة لو بعويريج ما همه، اسهل ما يدخل بغداد وازدحاماتها، وبالتالي تعال حتى اذا في اطراف بغداد وعندك مكان واسع تقدر تجي السياره نفسها تطبق بباب محلك تحمل وتطلع، ما يحتاج بعد نقل. هسه انطيك في المشكله، هم نفسهم اللي يعترضون على الموضوع هذا، كلهم يشتكون من مشكله انه يجي اللوري مالتهم يريد يفرغ بضاعتهم في المخزن، يقولون ابو الامانه يضايقنا وابو المرور يضايقنا وابو الشرطه يضايقنا. طبعا لانه ايش وقت يجي له، تجي المرور تقول لك لا بس بالليل مسموح للوري يخش، زين بالليل يخش ويفرغ ويدي شنو ويطلع بسرعه قبل ما تطلع الشمس، ايش هذا؟ لا هسه حضرتك خلي جرب تجربه اخرى. نعم. تعال من الحله الى بغداد كله طريق ساعه بسيارة، ومن توصل الى عويريج الى الشارجه يعني لك ساعتين. صحيح. من الحله لعويريج ساعه، من عويريج ساعتين، فالافضل انه تكون برا. بالتالي اصحاب المحلات بالنسبه للمستاجرين، انت اذا هنا تدفع لك ايجار فد 600 700 الف أقل. تعال هناك الدوله، خلي الدوله أقل. تقدر تنشي اسواق جديده تنطي 100 الف ومخزن هنا. زين انطيك فد تجربه اخرى ايضا، اكو فد شيء يمكن ما حد منتبه له، اكو فد مصطلح جديد طلع. نعم. اكو الشارجه الاصليه واكو شارجه جديده اسمها شارجه الوزيريه. شنو هي شارجة الوزيرية؟ هي المنطقة الصناعية بالوزيرية اللي نعم. مقابل الجامعة المستنصرية، كانت منطقة صناعية وكلها معامل، سواء بها معامل حكومية وبها معامل نعم. أهلية، كلها تحولت إلى مخازن، لأنه التوسع الكبير أو النمو السكاني بين الناس مدى يعني حتى يتحملون. دكتور أنا أسألك، هذه الأمور ما تحتاج إلى موافقات رسمية؟ اليوم أقدر بكيفي بمنطقتي منطقة سكنية عندي قطعة وأسويها مخزن على مزاجي؟ مو نحكي حكي زعل. لا 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 هذه امور للاسف خلينا نحكي بالقلم العريض. إيه؟ امانه بغداد متواطئه بالموضوع، انا اقول لك اياها. شلون متواطئه بالموضوع؟ يعني اذا امانه بغداد ما تدري انه مثلا هاي اكو هواي مناطق سكنيه صارت الى تحولت الى مخازن، مثلا المنطقه السكنيه في جميله تحولت كلها صارت مخازن داخل البيوت. زين انت امانه بغداد ما تدرين هاي مصيبه، واذا تدرين وغاض النظر هاي مصيبتين. ما عاد يخلي الجواب الأمانة بغداد يعني حتى لا شلون ما تدري بس باللي يزعلون عليه، انتوا تدون ولا ما تدون؟ تدري بس باللي يبني طابو قالوا يغير مكان بابه خو بالتالي هذه زين الأمانة بغداد يعني اقول لك اياها، قلت لك اذا تدري وساكته شلون تدين وساكته؟ ليش تكيدين بمكالين؟ ليش اللي على قولتك يفتح له باب تنعل ابو اي هذا مخزن نتحدث عن مخزن هوايه هسه اقول لك اياها فد شو اسمه ارجع اقول لك اياها، جميله منطقه جميله مقسومه نصين، جميله الصناعيه وكو جميله السكنيه، اللي يفصل بيناتهم هو شارع حسينيه الانصار من تدخلها نعم. على اليسار منطقه سكنيه وعلى اليمين منطقه صناعيه، المنطقه اليساريه كليتها صارت مخازن. شلون صارت مخازن؟
تحول جنس الأرض، ماكو جنس الأرض يتحول اليوم. سكني وتحول تجاري، ماكو هيجي. شلون صارت؟ اي احنا نجي اليوم نجي نحكي عن مشكله. هذه المخازن ما صار لها مثلا عقود من السنوات، كل هذه المخازن جديده. هوايه مخازن. هذه جديده. منطقه الوزيريه مو الصناعيه، هي زين منطقه الوزيريه الصناعيه، هي اسمها صناعيه وليس تجاريه. شلون تحولت الى تجاريه كليه وصارت مخازن؟ طبعا المعامل كلها انلغت وتحولت الى مخازن ومحلات، وهسه صارت يسموها شوجه الوزيريه. منطقه الوزيريه السكنيه اللي عبر الطريق السريع زين، كلها منطقة يسموها الوزيرية، لأنه منطقة وزراء العهد الملكي كانت كلها هناك، فكلها قطع قيعان كبار وبيوت قديمة كلها تحولت إلى مخازن. منو يتحمل مسؤولية هذه الفوضى العارمة في العاصمة بغداد؟ أمانة بغداد. أمانة بغداد أولا وأخيرا. ليش اللي يبني له طابوكتين على قولتك يقول لك يفتح لك باب، رأسا يجي لأبو البلدية. ومنو قال لك ما رايح لهم وجزء عندهم موافقات من جهات أخرى؟ ماكو موافقات، ماكو موافقات. هاي الوزيرية نفسها خل أحكي لك إياها، صارت فيها جامعة لا بارك ما سيارات لا شيء، وكل الشارع كله من السيارات. منو انطاهم موافقة؟ وزارة التعليم العالي. يلا هسه انا قدامك قاعد اشكي، انا اقول لك كلام موجه لوزارة التعليم العالي. شلون حصلوا موافقة؟ شلون حولت المنطقة السكنية الى تجارية الى تعليمية؟ يعني المناطق السكنية بها مدرسة، بها روضة، بها مو بها جامعات. جامعة اول ما يجون يقول البارك ما سيارات وينها؟ وينها يلا باركات السيارات وينها؟ جامعة مصطفى الأمين أو الأمين يمكن أتصور اسمها زين، كلها شوارع سيارات كلها بالشوارع. شلون تحولت؟ هاي موضوع تغيير جنس الأرض، كل واحد حسب مزاجه، ما يصير. أكو شيء اسمه ضوابط، الضوابط تطبق عليك ما تطبق عليه. ليش كل بيت دي يتحول من بيت إلى 10 بيوت إلى 15 بيت زين. كل بيت ضوابط أمانة بغداد تقول لك 200 متر البيت المفروض زين، كلها 50 متر و 400 متر دي تتحول زين. هاي ال 50 متر ولا 40 متر حسبتوا ايش قد تستهلك كهرباء ويرجعون يلومون وزاره الكهرباء؟ ليش ما يعطون كهرباء؟ إيه انتوا اذا هالعشوائيه. انتوا يا امانه بغداد فرحانه سوت مجمع مطار المثنى الى مجمعات سكنيه. قبل فتره احد الساده المسؤولين قال سوينا نص مليون وحده سكنيه بمطار المثنى. اوكي على عينه وعلى راس، نص مليون وحده سكنيه، اذا على اربع نفرات هاي مليونين نفر راح يقعد بهالمنطقه. حسبتوا حساب الكهرباء اللي تريدها، المجاري اللي تريدها، المي اللي تريدها، الطريق اللي تفوت وتطلع على هالمليونين شخص؟ مليونين شخص، اذا كل المليونين شخص فد مليون سياره راح تدخل، مليون سياره، حسبتوا حساب مليون تخش مليون تطلع؟ ما اكو هالعشوائيه بالتنظيم، ما اكو تنظيم، عشوائيه في كل شيء. زين نترك المشاكل، والمشاكل لا تعد ولا تحصى بالعراق مثل ما تعلم للأسف. خلينا نتحدث عن الحلول لهذا الملف اللي نتحدث به. شنو أول خطوة ممكن تخطيها اليوم أمانة بغداد مدعومة من الحكومة لإنهاء هذه الفوضى في العاصمة بغداد؟ احنا نرجع نقول في غرفة تجارة بغداد درسنا هالموضوع، سوينا حطينا قعدنا احنا بوقتها فرضنا على بعض الناس قسم احنا اشترينا ايه. أول خطوة يحتاج نوفر بديل، لا نوفر بديل مؤقتا قمنا حطينا طفايات، قلنا قسم احنا اشترينا لهم اياه طفايات زي. وقسم الناس فرضنا عليهم ان هم يشترون طفايات ويحطوها زين بشكل مؤقت على ما نلقى حل. هذه مو حلول اليوم، الحكومه عازمه على ايجاد حلول حقيقيه. انت اعطيك مثال، المشكله انه ارجع اقول المواطن ما يتعاون ويا الدوله. يعني مثلا اكو هواي مكانات مثلا بيها تجاوز انه بسطيات حاطين زين لتمنع سيارات الدخول، تمنع سيارات الاطفاء من الدخول، وده تشغل الشارع وده تمنع سير المواطنين. يجون جماعة البلدية شيلوهم فرغ الشارع هذا، ثاني يوم ثالث يوم يرجعون نفس الشيء. هاي ما أذن بمنو؟ هالقوات الأمنية اللي ما تسمح اللي ده تسمح لهم وما ده تسمح بتطبيق القانون، خلينا نقول هالشكل، هل ذنب القوات الأمنية؟ لا، المواطن لازم يتعاون وياها، إيد واحدة ما تصفق. ما يصير الدولة كل عوجة تبها بأس الدولة. اكو تعليمات لازم كل واحد يكون عنده ضمير. احنا تبتدي من الشباك اللي تفتحه والذب قطعة البيبسي بعد ما تفرغ، من هذه تبتدي للطفل اللي لازم تعلم تقول له نستلاي من كلت تذبها بالزبد. هاي لازم كل هاي يعني لازم نعلم انه النظام فوق الكل. احنا خوان ما نبقى شو وقت يتعلم وشو وقت يصحى ضميره. اليوم اذا نريد حلول حقيقيه واقعيه ولازم الاب يعلم ابنه يقول له بابا ابتدي هالشكل، لازم من الطفل يتعلمه شوي شوي. هسه ما تعلم، فات الاوان. زين نبتدي، خلينا نبتدي الحلول الآنية اللي نحتاجها دكتور إذا نريد ننقل هذه الأسواق. أولا إيجاد مكان بديل مناسب لهؤلاء زين، بالتالي حتى ترغبهم يمكن على الأقل خلي يكون الإيجار رمزي مثلا بالنسبة، حتى ليش يدفع هنا 500 600؟ أنت أكو فد أمور يمكن ما تعرفها أو لا. محل مترتين بنص الشوجة ترى يوصل سعر قفلية معناته بمليون دولار اليوم. مليون دولار مليون دولار ما
مترتين مترتين اي وايد مسؤول عن كلامي بنص الشوجه اي بهي شو ساعه توصل زين انت ليش وش يبيع ذهب مو هي هنا الحكي شي طلع شي يشتغل حتى يطلع هالفلوس هاي يعني انت اليوم المفروض انه جده تسوي لك في المشروع معين تحط فلوس وتسوي لك دراسه جدوى على قد مدى هل قد سنه راح ترجع فلوسك ولا تبتدي ارباح زين هاي بعد قد يربح اللي يسوي ما شلون يربح هيك ماكو متى يربح كلها صايره هالشكل اسعار مبالغ بيها فلهذا انه لما نطلع نرجع نقول مثلا تسوي لك مجمع مثلا تجاري مثلا بالراجديه او مثلا باطراف بغداد او مثلا بالتاجي او بعويريج او 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 يعني هاي اطراف بغداد خلينا نقولها اي انت باشلت نسبه 60% من هذه المحلات ونقلتها هذا السوق راح ينتهي نهائيا بالضبط خلي يكون يعني سوق مفرد مو سوق جمله يعني اللي دا يسوقون جمله خصوصا دول المحافظات اللي داقلك عليهم زين. من دا يخشون خلي يشتري من برا يبقى ام البيت من تريد قطع بعقلها تريد بهارات شويه تنزل الشوجه تتونس شكو بيها حسيت تشتريها من غير هاي مكانات هاي شغلات زين اكو نرجع نقول موضوع ثاني احنا يعني انا اعتب على الساده المسؤولين انه انتم يوميا مسافرين ورايحين وجايين ليش ما تغارون من بقيه دول الجوار من تشوفون في شيء منظم مرتب ما تغارون تريدون تسووا بعدنا اضرب لك مثال سوريا بلد على قد حاله نعم مو مثلنا لا هالغنى الفاحش ولا هالفلوس اللي عندهم ويشكل تفضل تفرج بدمشق القديمه تمشي تضوي نظيفه كل ملتزمين كل مرتبين كل تهمس اسواق جمله واسواق شو اسمه زين انتم يا ساده مسؤولين انتم هم تشوفون تعجبكم ما يعجبكم تكررون التجربه الناجحه في بلدنا انا اجيك بيتك اليوم اشوف حديقتك حلوه ما اغار من عندك اجي اسوي حديقتي مثلك روح شوف السوق اللي موجود بالقلعه باقليم كردستان هاي تركيا تركيا ما علينا شو اسمه لا لا ليش ما علينا ليش ما علينا تركيا تروح للمناطق التراثيه مالتهم القديمه شوف الشوارع نظافه وترتيب وكل واحد يعرف حدوده ويعرف ايش مسموح له وايش ما مسموح له ما لقيت تلال زبل ولا كوام زبل يعني انا احكي لك في شغله واحده ارجع اقول لك المواطن نعم. عليه عتب يعني انا يوميا طريقي من ارجع من شغلي افوت بنص الشوجه نعم. من ساحه الخلاني للعظميه ذاك الطريق يعني اشوف البلديه يوميا هاي شوف عيني نعم. ما بين 6-8 لوريات قلابيه يجون بالشفلات يشيلون الزبل يحطوه يوميا زين وتلال من الزبل هاي كليتها قنابل موقوته التجار يهددون بارتفاع اسعار السلع والبضائع في حال تم نقلهم الى اطراف العاصمه بغداد. يعني بالعكس اعارضك بهالنقطه هاي. هم يهددون مو انا اللي انت قول لي فد شغله، قول لي الايجار مال المتر مترتين هالقدوته مثل ما اجي لي 50 متر محل باطراف بغداد. ليش يهدد التاجر؟ بالعكس اللي تنقص عليه يعني اقول لك فد شغله. حتى البضاعه من تجي ما تدخل يعني هسه مو عندك قلت اياها، انا هسه كتاجر ما راح يجي لو يوقف يمي. راح اوقفها لو بالكرخ واجيبها بالعرباين لو بالكفاح واجيبها بالعرباين ايش قد تكلف هاي بنقلها؟ ايش قد كلها فلوس؟ حمال بيش، العربانه بيش، المدشين بيش، هاي كلها فلوس كلف بينما تجي اللوري يوقف باب المخزن ما تنزلها ويرجع يصعد اذا الاسعار لازم تنزل المفروض تنزل يعني برايي تنزل الايجارات راح تقل زين انا راح يكون مثلا انا كتاجر يكون محلي وراي فد مخزن كبير شكو بيها ايش قد المساحه اللي تشغلها هذه الاسواق وايش قد نسبه تاثيرها على حركه السير والمنظر داخل العاصمه بغداد احنا ليش ما نقول غير شكل نقول اذا رحلنا ذولا خارج بغداد الى مناطق واسعه مثل ما قبل شوي قلت لك اياها انه علاوي المخضر من نقلوها الجميله كانت اللوري مال الرقي من يريد يخش الكفاح شيء خششه ومن يرجع يطبق الجميله راسا يطبق باب العلوه ينزل ياهو الاسهل صح لو غلط لا انا اتحدث عن عدد المساحه اللي يشغلوها عدد المحلات الموجوده نفس بهذه المناطق نفس الفكره اللي داقس لك عليها زين من اول مخضر ما رحلنا لهناك قلت الحلقات قلت الحماميل الكلف اللي على الحماله والتفريغ والشغلات وهيك صارت باب العلوه يوقف لو يرقي وينزل او بيك اب الخس او 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 زين بس اختصرنا الموضوع نفس الشكل هذا راح تصير هسه خلينا نقول غير شكل وهناك راح تكون محلات بناء مبنيه بشكل نظامي اهل المنزليه اهل المنزليه كانت والشوجه زين غالبيتهم راحوا للوزيريه بالمنطقه الصناعيه قد استفادوا كل واحد محله طالع من هنا ومخزن حاط له 1000 متر مخزن هي كلها قطع 1000 متر جميله زين 1000 1500 مقسم ايش بس اقل شيء 1000 قسموها مخزن او مخزنين سووها انا بنكون انا كصاحب محل يطالع لي قدام ويجيني يقول لي اريد لي 50 كرتون اي اصلا تشيل له من هنا احسن ما اقول له انتظر لي للعصر يلا يفرغ الشاعر يلا اقدر احمل لك
دكتور صحيح. تقدر تعدد لي الأسواق اللي لازم تزال من العاصمة بغداد؟ بس لحظة واحدة أكمل لك فد نقطة ثانية. أيضا أكو هواية أصحاب محلات بالشوجة، طبعا من أقول لك الشوجة هي مو بس الشوجة، نعم. شوجة وسوق عيبي والكفاح وشاع النهر وسوق دانيال وسوق القماش، هاي كلها يسموها شوجة. صح. إلى ساحة إلى المدرسة المستنصرية كلها تسمى شوجة. زين هاي أغلبهم عندهم مخازن خارج بغداد، هي مناطق هاي مخازن عويريج وغير عويريج وعجديه وهالمكانات، هاي اطراف بغداد كلياتهم عندهم مخازن هناك، وهذا نقل ثانوي هذا طبعا. فيجون هواي ناس مثلا يجي لابو المحافظه يقول له فد 100 كرتون من هاي و100 كرتون من هاي، راسا يدز واحد او يخابر احد يقول له حمل له من هناك لهناك، خذ من هناك انتقل لهناك يصير بصفك اسهل له يعني. عفوا يعني عذرا المقاطعه السياسيه هاي، حبيت اوضح لك الموضوع. زين كم اسواق من او كم سوق موجود داخل العاصمه بغداد برايك يجب ان يرحل الى الاطراف؟ هسه هي قلب العاصمه، القلب التجاري هي الشوجه. شوجه وقلت لك اياها وسوق عربي وشاع النهر، وهي كلها مناطق باب الشرجي، هاي كلها محلات مخازن. هي هاي تخوف. كل وحده قلت لك اياها عباره عن قنبله موقوته. يعني هاي منك الى الشيخ عمر، اكو هواي مثلا محلات بالشيخ عمر صارت مخازن هسه اليوم. ليش؟ لانه هو اكتظاظ. الشيخ عمر كلها صار مخازن، كانت محلات في تريه وهيك صارت مخازن. حتى منظر الاماكن الصناعيه لائق داخل العاصمه بغداد أيضاً من نشوف هيك مناظر. ايضا نص بغداد حاطيك في تريه وما ادري شنو، ما يصير هالشكل. خلي يسويها مكانات يعني بوقت تهميم، سووا كسر وعطش، سووا كمجمع تجاري لتصليح السيارات وهيك يعني. بس همين كسر وعطش هم صارت بنص بغداد. كسره وعطش بالتالي ايضا حتى عندك اكيد رايح زائر الامام موسى الكاظم، عندك شارع قريب عن الامام بالضبط كله في تريه ساحه العروبه وانت طالع باتجاه سجن النساء وهالمكانات هذه كلها من كل تفسخ مال لوريات وكميات. وايضا هذا قبل فتره يعني شن دافوت بواعت لقيت كميات هائله من السيارات المفسخه، وهي كلها بنزين وكلها شغلات وكلها قبل الاشتعال. تقدر امانه بغداد انه تكمل هذه الخطوه وبالتالي تنقل هذه الاسواق الى خارج العالم؟ والله كل قانون يتنفذ يحتاج لقوة لتنفيذه للأسف، لأنه أنت ما راح تقول ما حد يقبل على كلامك، ما حد يقول المصلحة العامة تقتضي كذا، ما حد يقول أنه المصلحة العامة فوق مصلحتي الخاصة، كل واحد يريد مصلحته بس، للأسف هالشيء هذا. نعم الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البغدادي أشكرك جزيلا. شكرا لكم عيوني. شكرا وسهلا بكم جزيلا. الله يحفظك الله يخليك. مشاهدينا الملف الثاني، أعلنت وزارة الهجرة المهجرين أن 30 من الشهر الحالي هو موعد إغلاق مخيمات النازحين وفق التوجيهات الحكومية، بخطوة تهدف إلى إنهاء معاناة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية بعد سنوات من النزوح القسري. أناقش هذا الملف بعد مشاهدة تقرير الزميل شيبان سامي. مهجرون داخل وطنهم يسكنون في المخيمات أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب مع داعش الإرهابية، واليوم تسعى وزارة الهجرة والمهجرين إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في 30 من الشهر الجاري. مختصون في الشأن، ملف النازحين أصبح ملفا سياسيا وورقة ضغط تمارس من قبل حكومة الإقليم لتحقيق غايات ومكاسب سياسية التي دائما ترفض العودة إلى ديارهم. بداية أو تسنم حكومة السيد السوداني أولويات دفة الحكومة سعت إلى حلحلة هذا الموضوع وإعادة النازحين جراء حرب داعش إلى منازلهم بكل انسيابية وسهولة، لكن هناك من يمانع من عودة النازحين إلى أماكنهم، ليس وضع أمني بل هو موضوع سياسي تحدثت عنه وزارة الهجرة والمهجرين لأكثر من مرة، حتى منعت سلطة الإقليم، منعت وزارة الهجرة والمهجرين من الدخول إلى مناطق الإقليم واللقاء بعدد من أصحاب المنازل والمتضررة وكذلك أيضا النازحين لإعادتهم إلى مناطقهم. بالتالي اليوم يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل مختلف القوى السياسية لإعادة النازحين إلى منازلهم. 23 مخيما يضم 26,000 أسرة نازحة أصبحت بين مطرقة العودة إلى مناطقهم المعدومة خدميا وسندان الواقع المأساوي داخل المخيمات، ناهيك عن غياب التعويض جراء تهدم أغلب منازلهم بسبب العمليات الإرهابية.
اليوم احنا اذا نريد نعالج مشكله ما راح نعالجها مشكله بعد اتعس من عندها. خلينا نقول اليوم 26 الف عائله نازحه. اليوم اذا تريد ترجع المناطق مناطقهم يعني اغلب منازلهم هدمت، بنى تحتيه ماكو، لا ماء لا كهرباء. زين احنا 36 عائله شلون نقدر نرجعهم من مناطقهم؟ دور الحكومة هنا لازم يتفعل بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمارها. ذاك الوقت نقدر أنه 26 ألف عائلة أو ما يزيد عن ذلك نقدر نأمن عليهم أنه يرجعون إلى مناطقهم مؤمنين. اليوم إذا أنا اليوم طلعوا من المخيمات وراحوا إلى مناطقهم وين ممكن يعيشون؟ يعني اليوم وضعهم ما أتعاست وضعهم داخل المخيمات لكنه أفضل لهم من العودة إلى مناطقهم. الملف الشائك والمعقد الذي أخذ سنوات من المحاولات دون نتائج حقيقية، يبقى السؤال هل ستنجح وزارة الهجرة بعودتهم إلى مناطقهم في ظل الدعوات الأممية للتراجع عن إغلاق مخيمات النزوح في الإقليم؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الملف ينضم معنا الدكتور أسامة السعيدي نائب رئيس منظمة فكرة والرأي للتنمية. مرحبا بحضرتك. أهلا مرحبا، شكرا جزيلا، حياكم الله. بحضرتك. وأيضا عبر سكايب رئيس حزب الحرية والديمقراطية أستاذ حسين حجي. أستاذ حسين مرحبا بحضرتك. مرحبا مرحبا. أهلا بجنابك. أهلا بجنابك دكتور أسامة. أبدأ معك، الحكومة قررت إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي نهاية هذا الشهر. بداية كيف ترون هذه الخطوة وتأثيرها على النازحين لإنهاء هذا الملف، وأيضا البدائل والحلول اللي وفرتها الحكومة، وهل الأجواء والأرضية مهيئة لنقل هؤلاء النازحين إلى مناطق سكنهم؟ فضل. نعم، شكرا جزيلا تحيا حضرتك والضيف الكريم ولمشاهدي قناة الأيام، شكرا على الاستضافة. طبعا نتحدث عن الملف يفترض هو يعني أسدل عليه الستار من سنوات، يعني نفترض انه مع انتهاء العمليات العسكريه والاعلان عن تحرير كامل الاراضي العراقيه في عام 2017 يعني كان يفترض يبدا الحل التدريجي، وهذا نعم. تقريبا هو اللي حصل. تدري ما بعد 2014 كثير من العوائل المناطق قد تركوا مناطق سكنهم وذهبوا الى مناطق اخرى. نعم. انتهاء العمليات العسكريه واعلان الانتصار يبدي العمليه العكسيه، وهو عمليه يعني اعاده تاهيل هذه المدن، يعني المناطق المدمرة إعادة البنى التحتية إلها، ومن ثم إعطاء الأموال، وهذا اللي حصل تقريبا على مدار الحكومات السابقة. نعم. إعطاء الأموال حتى يبدون يأهلون سكناهم وتعويض المتضررين ويبدون يرجعون بصورة طبيعية. المشكلة اللي صارت مو فقط في يعني في هذه المناطق اللي يقول في سنجار أو غيرها من المخيمات النزوح اللي الآن موجودة في دهوك وأربيل، وإنما المشكلة أنه حتى أكو مناطق أخرى اللي هي قد يكون نسميها مناطق تماس، أو مناطق اللي يكون بها شدة عمليات عنف. نعم. جراء التباين العرقي أو القومي. صح. هذه يحتاج لها وقت طبعا، ويراد لها إجراءات، سواء كان إجراءات على مستوى عفوا حكومة اتحادية أو حتى على مستوى منظمات قد تكون دولية حكومية أو حتى على مستوى الداخل العراقي، إحنا منظمات المجتمع المدني. لكن في العموم احنا اليوم بدنا نواجه ملف حقيقة هو يعني يحتاج الى جيد. حلول مو قرارات. جيد دكتور، اريد يعني اناقش معك. اكو فرق بين انت تتخذ قرار وتطلب ان يحصل هذا او ينفذون الناس هذا القرار، واكو فرق بين انت تقدم حل. زين. بما معناه انه هذا الحل هو بناء على معطيات، انه شنو طبيعة المنطقة اللي يتواجد بها الناس، هل هي منطقة آمنة، هل هناك عصابة مسلحة قد تكون أو إرهابية لا تزال مسيطر عليها. بالتأكيد. يعني ما أقصد داعش، وإنما قد تكون فصائل مسلحة أخرى ضد الجانب التركي، ضد لصالح قضية معينة. هذه يحتاج يكون حتى ممكن خلافات يعني أسرية، خلافات أسرية، عشائرية، قومية، مناطقية، أمور كثيرة. لذلك ما يقدم أنا أعتقد من حلول هو لا يزال، يعني أنا أعتقد صار في زمن الحكومة السابقة صار اتفاق سنجار. نعم. واللي يفترض بموجبه خلال سنه يتم اعاده الامور الى نصابها وتهيئه كل المتطلبات، لكن واضح انه اكو يعني نكون واقعين اكو اراده سياسيه قد تكون في اقليم كردستان او في احد الدول اللي هي تمنع انه يكون يتحقق هذا الموضوع. يعني ان تعود الامور الى نصابها معناته ان تعود سلطه الدوله الاتحاديه. لا ننسى اكو حساسيه، بس هذه الحساسيه ما نعرف شنو سببها من قبل اقليم كردستان، انه ما تعود صلاحيات وسلطه الدوله الاتحاديه حتى تبسط السيطره. هناك رفض من قبل محافظات الاقليم لاغلاق المخيمات، واي المخيمات تحديدا؟
لا هو مو رفض إغلاق المخيمات، وإنما عدم السماح للحكومة الاتحادية، لأن هو اتفاق سنجار كان نص في جزء من عنده على أن تعود السيطرة إلى الحكومة الاتحادية، نعم، وتكون أكو عملية تعيين لأبناء المنطقة وإيجاد لهم فرص عمل، وقسم منهم دمجهم بالقوات المسلحة ممن حمل السلاح ودافع عن أرضه، يعني مجموعة سلسلة من البرامج والإجراءات، لكن واضح أنه ما صارت هذه البرامج على المسار الصحيح، وبالنتيجة ما حصلنا النتيجة، يعني ما حصلنا المخرجات أو المعطيات ما بعد سنتين أو ثلاثة اللي يفترض من تطبيق اتفاق سنجار، وعلى كان يفترض أن تعود الأمور. لذلك السنجاريين اليوم صعب يقول له أنه ارجع إلى منطقتك، ومنطقتها هي قد تكون فيها جماعة مسلحة أو عصابة مسلحة تسيطر على مدارسها، على مراكز الشرطة اللي فيها، على بناها التحتية، يعني تحتاج أكو جهد دولة حقيقي حتى ممكن المواطن يعود يمارس حياته الطبيعية. جيد. أستاذ حسين، أجدد الترحيب بحضرتك. شلون نشوف اليوم توجه الحكومة لإنهاء ملف النازحين وإغلاق أغلب المخيمات، وهل الأجواء مهيئة أم ترى أن أمور ربما إلى الآن لم تحل؟ تفضل. بالبداية شكرا جزيلا أستاذ محمد، وشكر موصول الأخ الدكتور أسامة. شكرا. أهلا طبعا بحضرت. ملف سنجار مثل ما تفضلتوا بالبرنامج، يعني بالبداية هو ملف سنجار بامتياز ملف سياسي، نعم، ومن ضمن سياسة الملفات هو ملف النزوح أيضا ملف سياسي بحت، وهناك عدة أطراف دولية أقليمية التدخل في شأن الدولي أو في شأن تقدر تقول في شأن أهالي سنجار. فمثل ما تفضل الأخ دكتور أسامة، هناك ملف معقد وشائك، والسبب هو الجدي هو إهمال الحكومة العراقية بملف سنجار من جميع الجوانب، إن كان خدمي، إداري، ملف النزوح، ملف الهجرة، ملف المقابر الجماعية، كل ما يخص سنجار هو في مسؤولية حكومة الاتحادية، حكومة بغداد. أما ما تطرق عليه أستاذ الدكتور أسامة هو اتفاقية سنجار، أيضا كانت اتفاقية مجاملة سياسية بين السيد الكاظمي وحكومة بارزاني، حكومة البارتي الديمقراطي الكردستاني، وبإشراف أممي، وعلى حساب مرة ثانية على معاناة أهالي سنجار، أن يكون مرة ثانية الوصاية عن طريق وزارة الداخلية في أقليم كردستان. ولهذه الأسباب تم رفض الاتفاقية من قبل أهالي سهل نينوى وصولا إلى سنجار، لأنه الاتفاقية ليس كانت في مصلحة أهالي سنجار. أما نرجع إلى ملف النزوح أستاذ محمد، ملف النزوح هناك ورقة ضغط سياسية ديمقراطية، وهم الذين يعرقلون تشكيل الإدارة في سنجار وعودة النازحين وإعطاء التعويضات، هم يحاولون مرة ثانية كل ما يجري في سنجار أن يكون تحت. أستاذ حسين، بداية ما هو رأي أغلب النازحين بموضوع العودة إلى مناطق سكناهم؟ أستاذي الفاضل، مثل ما تفضل أخونا الدكتور أسامة، إذا لو كانت هناك أرضية مناسبة واهتمام جدي من قبل الحكومة المركزية ملف إعادة النازحين وإعطاء تعويضات مناسبة، أكثرية النازحين تقدر تقول 80 لحد 85% هذول الناس يتمنون أن يرجعوا. شنو الأمور اللي إلى الآن تحتاج بعض المعالجات وما محلولة لحد اللحظة؟ وأيضا الحكومة تقول لك أنا جاي أنطي تعويض 4 ملايين دينار، مو كافية للعائلة اللي ترجع لمناطق سكنها. أستاذ محمد، مع جل احترامي لقرار الحكومة، يعني 4 مليون دينار لعائلة بيتها مدمر أو بيتها محروق أو بيتها مفجور، 4 ملايين شنو اللي راح يسوي لهاي العائلة؟ والشغلة الثانية، شغلة الإدارة من 2014 وقت فرض القانون لحد الآن إداراتنا بديلة، لا يوجد هناك اهتمام من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى، لا يوجد اهتمام من قبل حكومة المركز في ملف سنجار. 4 ملايين دينار ما يبني لك غرفة من الطين أستاذ محمد. اللي عنده فلوس ما قعد بمخيمات النزوح، راح بفلوسه أجر لأحسن بيت وقعد ومشي أموره، لكن هذا اللي قعد بمخيم النزوح من الماكو يا أخي، 4 ملايين شو تكفي كروة يرجع بها؟
يعني بقاهم في مخيمات محمد، ولهذا سبب مرة ثانية أرجع وأقول عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة في ملف سنجار الديون والمكونات الأخرى الموجودة داخل سنجار، لا يرون هناك لهم مستقبل في العراق، ولهذا سبب لحد اليوم هناك هجرة جماعية من قبل هذا المكون، لأنه لا المنظمات الدولية ولا وبالتأكيد الحكومة العراقية ما أنقذهم يد العون وما اهتموا ملف سنجار وما آواهم من بعد الإبادة، ولهذا السبب أصبح ملف سنجار ملف شائك ملف سياسي بامتياز. الناس لحد الآن تعاني، مقابر جماعية موجودة، المفقودين موجودين، البنى التحتية مدمرة، إدارة محلية ماكو، ولهذا السبب أكرر بأنه لا يزال هناك مستقبل في العراق. ونطالب الحكومة العراقية وبعد زيارة السيد رئيس الوزراء وإعطاء بعض الوعود أن يعطون هناك أهمية لملف سنجار. جيد، واضح أستاذ حسين. أعود لحضرتك إذا تسمح لي، أعود لحضرتك. لحد الآن لا يوجد أذان صاغية. جيد، أعود لحضرتك دكتور. لكن ما من المعقول أن تبقى مخيمات النزوح مستمرة والناس تعاني في الحار والبرد وأطفال وغيرها وهم يفتقرون إلى أبسط حقوق العيش، بالتالي لازم إيجاد حلول. البعض اليوم يقول لا، مثلا يعارض رجوعهم إلى مناطقهم، هناك من يستفيد من وضعهم الحالي والكثير من يستفيدون من وضعهم الحالي. بالتالي اليوم إذا أريد نبدأ بالحلول الحقيقية، نترك سنجار، إذا سنجار ملف شائك نعوف موضوع سنجار، نتحدث عن باقي المناطق اللي سكانها هاجروا. خلي نبدأ بالخطوة الأولى، شنو اللي يمنع اليوم من أن أرجعهم إلى مناطقهم؟ هو حقيقة إحنا اليوم يعني كحكومة يفترض أن نطي رسائل اطمئنان مو فقط إلى الداخل العراقي، وكون هذه القضية طبعا قضية إنسانية بالمرتبة الأولى، لكن نطي رسالة إلى العالم بأنه فعلا الدولة والحكومة قادرة على أن تحل مشاكلها بنفسها. إحنا خاصة بعد أنه سيد رئيس الوزراء قدم طلب إلى أمين العام الأمم المتحدة بإنهاء بعثة ولاية الأمم المتحدة في العراق وفي بغداد، فبالتالي ومجلس الأمن أصدر قرار أنه لازم تغادر بعثة الأمم المتحدة نهاية 2025. بالتالي يفترض احنا مثل هذه الملفات اللي هي بصراحه تتطلب جهد الامم المتحده انه تكون الحكومه الاتحاديه هي اللي تتكفل بها. نعم. لكن احنا مو دفاعا على الحكومه، عندما تكون اكو اراده تمنع سياسات الحكومه وتمنع من انه الحكومه تاخذ دورها الطبيعي سواء كان في تقديم الدعم او الاعمار او الاسناد او توجيه الجهد الخدمي للوزارات انه الاتحاديه انه تذهب الى هذه المنطقه وتبدي به مثل ما صار في الموصل، يعني الموصل هم كانت مدمره. اغلب احياءها خاصه الموصل القديمه كانت مدمره. نعم. الان الموصل وبالتالي عادت الحياه للموصل وروح شوفها. بالضبط. لكن ان تكون مناطق بحد ذاتها او بعض الاقضيه اللي هي بها تنوع قومي او عرقي او في حساسيه قد تكون من الجانب اقليم كردستان، انا اعتقد هي اللي قاعد تمنع. هذه شلون تحل موضوعها؟ احنا اليوم امام حلول هي قد تكون طرحت بصوره رسميه او غير رسميه، هي اما انه هذه مناطق النزوح تتحول الى مناطق سكنيه، يعني نعم. الى مناطق اخرى بديله يبقون في نفس المكان اللي هم فيه سواء كان في دهوك او في اربيل او في حتى سليمانيه او الموصل. منو يتحمل تكاليف يفترض طبعا بناء المنازل من يفترض الحكومه الاتحاديه تعمل على، طبعا هذا يحتاج وقت مو بالقصير، انه لمن يرغب بالبقاء او انه يذهبون الى مناطق بديله، وطبعا ايضا يحتاجون الى اموال وفرص عمل، لان يعني تعرف انه هذا مدى يعيش حياه طبيعيه مثل ما كان يعيش في مدينته او في نعم. منطقته السابقه. أو الحل الثالث اللي هو الحل الأصلي أنه يعود إلى منطقته، وأيضا هذا يحتاج أن يكون أكو جهد وعملية إعادة تأهيل لهذه المدينة، ومو فقط إعادة تأهيل وإنما الأهم من ذلك أنه أن تبسط سيطرة الدولة على المنطقة، لأنه ما تعرض إلى أهالي المنطقة وتحديدا الأيزيديين حقيقة شيء يندى له الجبين. ما ممكن إحنا نسمح أنه هم يعودون مرة ثانية ولا سامح الله تعود نفس المجازر ونفس المآسي ونفس جيد. قد تكون عملية القتل. جيد. هذه الحلول هي الثلاثة، لكن مثل ما اتفاق سنجار قد تم وأده وانتهى، ومثل ما قد تكون لقاءات واتفاقات أخرى قد تم وأدها، احنا نحتاج أن تكون أكو إرادة. بالمناسبة كانت أكو فكرة، يعني هاي قد تكون غير معلنة، لرئيس وزراء أن يزور سنجار. نعم. عندما زار الموصل
في زيارته قبل أشهر، لكن ما كانت الظروف مهيئة، وتعرف هذه التحضيرات ويراد لها إجراءات وإعدادات أنه يذهب بحجم شخصية مثل قائد العام للقوات المسلحة. لذلك احنا يعني احنا كمتابعين نرى انه لابد انه اولا ان تكون السيطرة والسيادة الأمنية للدولة الاتحادية والحكومة الاتحادية، هذه المرتبة الأولى، حتى أنا بعدين أسمح أعطي مجال للشركات، أعطي مجال للوزارات، لدوائر الخدمية أنه تبدي. باقي لنا دقيقة أريد أن نطيح الأستاذ حسين، تعيد العفو، تعيد تأهيل المنطقة. أما إحنا أنه نبقى اليوم الحكومة، أنا أعتقد عليها أن تفكر برؤية متقدمة، أنه نبقى إحنا رهينين للاتفاقات السياسية وللمعاهدات والمذكرات التفاهم مع الإقليم، أنا أعتقد ما راح نتقدم خطوة إلى الأمام. جيد أستاذ حسين، ارسم لي خارطة طريق تتناسب لحل هذه الأزمة وإنهاء معاناة من يسكنون المخيمات كل هذه السنوات. أستاذ محمد، هو الخارطة الطريق الصحيحة هو اهتمام حكومة المركز بملف سنجار وبملف اليزيدية. ومعلومات الأخ الدكتور أسامة، تم زيارة رئيس الوزراء إلى سنجار، وأنا شخصياً كنت من ضمن المدعوين لمقابلة رئيس الوزراء، وهناك كثير من الوعود من الوزارات من الحكومة المحلية من جميع الوزارات المعنية للذهاب إلى سنجار والوقوف إلى المعوقات، ولكن هاي المعلومة غير أستاذ محمد. نعم. مجال مثل ما تفضلت تقول خلينا نعوف ملف سنجار ونروح على غير مكان، كل حكومات المحلية في نينوى وكل حكومات المتعاقبة في بغداد قالوا نفس الحكي، ملف سنجار شايك ومعقد، فخلي نأجل مرحلة ثانية، ولهذا سبب ملف سنجار شايك ومعقد، لماكو هناك المفروض تخلي ايدك على الجرح. منو يعقد ملف سنجار؟ منو يعقد ملف سنجار؟ حلت ملف سنجار باختصار استاذ حسين، داهمنا الوقت. نعم استاذ محمد، ملف سنجار ليش معقد لهذه الدرجة؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال بأستاذ حسين حجي رئيس حزب الحرية والديمقراطية، أشكرك جزيل الشكر. ودكتور أسامة السعيد نائب رئيس منظمة فكرة والرأي للتنمية، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.